مساء النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. باش نحكيو على مستقبل المدرب برترون مارشوم على النادي الافريقي، لكن قبل البدايه مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيرات المواجهه جزر القمر نهار 22 سبتمبر والبرازيل نهار 27 سبتمبر في فرنسا. تمارين اليوم شهدت التحاق اربع لاعبين وما غير الشعلالي بلال عيفة طه ياسين الخنيسي وعلي العبدي، وغدوه يلتحق كل من نعيم السليتي علي معلول منصر طالبي شيم جبالي محمد الدراجر ومرتضى بن ونس. بالنسبة لمباراة جزر القمر الودية باش تلعب نهار 22 سبتمبر مع ماضي 3.5 دون حضور الجمهور في ملعب أمني سبور كرواسي سورسين، والسبب هو طاقة الاستيعاب المحدودة للملعب هذا لما تتجاوزش 150 بلاصة وعدم إمكانية إقامة المقابلة نهار 22 في مدينة الريون لأسباب إدارية وأمنية. بالنسبة للسفر لفرنسا تم تأخيره باش يكون نهار 21 سبتمبر. نحكيو عن نتائج المقابلات الودية اللي تلعبت اليوم. النادي الافريقي خسر ضد النجم الساحلي 2 أهداف مقابل 0. المقابلة هذية تنجم تكون الأخيرة المدرب النادي الافريقي برترون مارشون. في الساعات القادمة اجتماع منتظر للهيئة المديرة للنادي الافريقي لاتخاذ القرار الرسمي والنهائي بخصوص مستقبل المدرب برترون مارشون. بالنسبة لبقية نتائج المقابلات الودية، الملعب التونسي تعادل مع السويحلي الليبي 0-0، الأولمبي البيجي ربح اتحاد تطاوين 4-0، شمال حمام سوسة فاز على مستقبل رجيش 1-0، واتحاد بنقردان تعادل مع الاتحاد المصراتي الليبي 2-2. كيبانجا اف سي من زنزبار هو المنافس متاع النادي الافريقي في الدورة التمهيدية الثاني من كاس الكاف. كيبانجا اف سي ترشح على حساب هلال جنوب السودان بركلة ترجيح اليوم 4-3 بعد التعادل 1-1 ذهابا وايابا. الافريقي يلعب الذهاب في زنزبار بين 7 و9 اكتوبر، والاياب في تونس ما بين 14 و16 اكتوبر. النادي الصفاقسي قدم شكاية للجامعة التونسية لكرة القدم ضد مهاجمه السابق فراس شوات وطالب بعدم تأهيله بعد إمضاء العقد مع نادي الإسماعيلي المصري. أنس جابر تم اختيارها شخصية العام الرياضية العربية لسنة 2022 حسب جائزة فاطمة بنت مبارك الإماراتية لرياضة المرأة. في المجموعة الثانية كاس ديفيس للتنس، تونس خسرت 3-1 ضد اليونان. اليوم في الزوجي الجزيري والمنصوري ربحوا الثنائي بيتروس سيتسيباس وميشيل زوز مجموعات مقابل واحد. وفي الفردي اسكندر المنصوري خسر ضد المصنف السادس عالمين ستيفانوس سيتسيباس زوز مجموعات مقابل 0. في البطولة العربية الكرة اليد اللي تحتضنها تونس الجولة الأولى، ترجي خسر ضد الزمالك في مباراة القمة 28-34. النادي الإفريقي فاز بالغياب على أمل سكيكدا الجزائري 10-0. غدو ماضي ساعة الترجي واجه مولودية الجزائر، والخمسة ونص النادي الإفريقي ضد السالمية الكويتي. أبرز المباريات اليوم خارج تونس في إنجلترا، والفرامتون خسر ضد السيتي 3-0، توتنهام ربح ليستر 6-2. في الدرجة الثانية برمنغهام سيتي تعادل مع كوفنتري 0-0، حنبال المجبري على البنك مع برمنغهام ودخل في الدقيقة 67. في إسبانيا البارسا ربحت إلشي 3-0 وفالونس ربحت سالتا فيغو 3-0. في فرنسا مونبيليي ربح سراسبور 2-1، الخزري أساسي وخرج في الدقيقة 65، وليل ربحت تولوز 2-1. في إيطاليا بولونيا خسر ضد إمبولي 1-0، وسبيزيا ربحت سامدوريا 2-1. في ألمانيا أوكسبور ربحت البايرن 1-0، دورتموند ربحت شالكي 1-0، وبروسيا مونشنغلادباخ ربحت لايبزيغ 3-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع جد ستفن.